بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا شك أن مؤتمر ومعرض ديهاد من المؤتمرات المهمة جدا على مستوى العالم، والتي نجحت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب هذا المؤتمر والمعرض إلى دولة الإمارات وإلى مدينة دبي بالأخص، وقدم هذا المعرض وهذا المؤتمر كثير من الفعاليات والأنشطة خلال فترة تواجده منذ 12 عام وإلى الآن، بحيث أصبح معلم حضاري من معالم هذه الدولة الذي يستقطب كثير من الزوار والمشاركين والمتخصصين في إنجاحه، سواء كان كمعرض الذي تشارك فيه كثير من الجمعيات والمنظمات الأمم المتحدة والشركات العاملة في هذا الجانب التي توفر كثير من المعدات للعمل الخيري والإغاثي، أو من خلال المؤتمر وما يطرح فيه من كثير من البحوث والدراسات وحضور كثير من الشخصيات الهامة على مستوى الأمم المتحدة على مستوى العالم وعلى المستوى الخليجي وطرح كثير من الأفكار. هذا يعني فعلا يعطي انطباع على أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مؤهلة للقيام بمثل هذه النشاطات واستقطاب مثل هذه الفعاليات التي تؤدي إلى خدمة الإنسان سواء كان في داخل دولة الإمارات أو في خارج دولة الإمارات. ميزة معرض ومؤتمر ديهاد أنه يركز على الإنسان، خاصة في مجال الكوارث وفي مجال مساعدة هذا الإنسان في كثير من الظروف الحياتية التي يمر بها. طبعا ليس فقط دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بالحضور وبالمشاركة وبالاهتمام، إنما أيضا في نطاق العمل الخليجي المشترك يجب أن يكون هناك في مشاركة من أخوتنا، سواء كان في مجال الإغاثة أو مجال العمل الخيري أو مجال الأخوة المتخصصين في هذا في هذه المجالات والأعمال. وهذه دعوة صادقة من القلب لأن يشاركوا معنا في سواء كان في تنظيم وترتيب وهذه الفعاليات أو في المؤتمر أو في على الأقل الحضور في المعرض.